هكذا قرر أولياء التلاميذ قضاء آخر يوم من العطلة الصيفية بأخذ أبنائهم للاستمتاع بالسباحة واللعب طوال اليوم لرفع معنوياتهم من أجل دخول مدرسي ناجح. جابوني والدي نبروفيتي في الأيامات الأخرى تاع القراية باش نقرا لهم مليح إن شاء الله. نزيد روحي بس ندخل للساع غدوة جابوني ماما بابا باش نبروفيتي خاطرك دوكا نولي نقرا باش نقرا مليح. جيت نعوم باش غدوة نحلب نحلم سيد ونقرا مليح. عجبني الحل بزاف. الأطفال من جهتهم استغلوا هذا اليوم باللعب والاستمتاع وكذا السباحة، معبرين عن فرحتهم من قدوم موعد الرجوع إلى مقاعد الدراسة. هم داخلين يقراو، أنا نبروفيتي اليوم نهار تالي، تولي تجي في الويكاند ماشي كيما كانت تجي كل يوم. الدراري اليوم كوم داغني جوغ تاع العطلة، جبتهم باش يبروفيتيو، وما مطلوب باش نموتيفيهم غدوة سي لا رونتخي سكولار. هيا خيرتونها اليوم. خيرناه قلنا نريحوا في غابة بوشاوي نريحوا شوية روبوزيو فهني شوية قبل ما يدخل المدرسة. بعد 3 أشهر من الاسترخاء واللعب والسفر، ها هو آخر يوم من العطلة الصيفية ينقضي في جو كله لعب ومرح، على أمل أن يكرس الأطفال كل طاقتهم للدراسة وإسعاد آبائهم بأحسن المعدلات.